السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واحد من المستشفيات اللي بقت شغاله في الموضوع دي بخلاف المستشفيات الثانيه قفلت. وي رننج البيدياتريك ديبارتمنت بالاي ار سيتنج، عندنا ميديكلز وقاعدين، وبعد ذاك عندنا الادمشن، وعندنا كونسلتنت بيجي بيعمل المرور. التردد بتاعنا في اليوم حوالي 9 ل 19 عيان، ده بالنسبه للاي ار. اما بالنسبه للادمشن فهو رينجنج، حتات المرات الايام اللي بيكون فيها ضرب بيكون كده الناس بيكونوا هيزيتنت انهم يصلوا المستشفى، وبالتالي بيكون في ليس فيزيتورز، بيكون برضه في ليس ادمشن. لكن الادمشن كرنتلي يعني احنا ورك يعني 5 10، حاليا كده احنا نتكلم الادمشن عندنا 11 بيشنتس في الادمشن. كان عندنا بيشنت برضه ادميتد تو اتش دي يو، الحمد لله قدرنا نعمل له سبورت كويس، وهذا هو ديسشارج ان جود كونديشن. وشاكرين جدا طبعا لنسيمة سما، هم طبعا جايين يوفروا لنا بعض الدعم اللي هو قاعدين نديه سبورت بالنسبه للستاف اللي بيجينا في الظروف زي دي، ونستقبلكم المستشفى. الحمد لله راني الان والديبارتمنت ما حصل قفل له ولا غلط.